الموضوع اللي هنتكلم عليه النهارده ان شاء الله اللي هو هيبقى البليتلت اند كواجيليشن ديس اوردرز. دي لغايه دلوقتي المواضيع اللي احنا خلصناها. اتكلمنا اول حاجه الانترودكشن تو انيميا، بعد كده دخلنا على المايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، وبعدين الميجالوبلاستيك انيميا والهيموليتيك انيميا، وخدناها في مرتين. الموضوعين اللي متعلقين ببعض وهنخلصهم على مرتين برضو اللي هو هيبقى البليتلت اند كواجيليشن ديس اوردرز، وتحديدا هنتكلم على الثرومبوسايتوبينيا الهيموراجيك ديس اوردرز اند دي اي سي اللي هي الديسيمينيتد انترا فاسكولار كواجيليشن. المواضيع دي هنغطيها في التوبكس الاتيه: الانترودكشن والبيزك فيسيولوجي، وده جزء مهم جدا جدا، والمحاضره الاولانيه كلها هتبقى على البيزك فيسيولوجي. بعد كده هنتكلم على البليتلت ديس اوردرز والكواجيليشن ديس اوردرز، وبعد كده هنتكلم على الدي اي سي. انترودكشن اند بيزك فيسيولوجي. النورمال بروسيس بتاعت الهيموستاسيس، الهيموستاسيس اللي هي المينتنس اوف بلاد كواجيليشن، دي بتبقى عباره عن بالانس بين قوتين، برو كواجيلانت اند انتي كواجيلانت. يبقى معنى كده انه النورمال فانكشن بتاعت الهيموستاتيك سيستم بتعتمد على بالانس بين برو كواجيلانت اللي هي الحاجات اللي بتساعد على الكواجيليشن، والانتي كواجيلانت اللي هي الحاجات اللي بتمنع الكواجيليشن. البرو كواجيلانت فاكتورز ايه هي؟ نمره واحد البليتلتس، ونمره اتنين الكواجيليشن فاكتورز. زي ما هنشوف دلوقتي البليتلت ليها فانكشن مهمه جدا جدا، والكواجيليشن فاكتورز اللي هي في الاخر لما بتبقى اكتيفيتد اللي هي البروسيس اللي بنسميها الكواجيليشن كاسكيد، بتنتهي بتكوين الفايبرين كلوت اللي هو بيوقف البليدنج. يبقى ده البرو كواجيلانت. يبقى نقول تاني، البرو كواجيلانت نمره واحد عباره عن البليتلتس، ونمره اتنين بيبقى الكواجيليشن فاكتورز اللي هي بتنتهي بتكوين الفايبرين كلوتس. الانتي كواجيلانت اللي هي الحاجه اللي بتوازن البرو كواجيلانت، دي بتشمل الانهيبيتورز اوف كواجيليشن مع الفايبرينوليتيك سيستم. يبقى معنى كده ان النورمال بروسيس بتاعت الكواجيليشن او الهيموستاسيس بتعتمد على انتر اكشن بين ثلاث حاجات مع بعض: بليتلتس وبلازما بروتينز. البلازما بروتينز اللي هي بتشمل الكواجيوليشن فاكتورز مع الانهيبيتورز بتاعت الكواجيوليشن مع البلاد فيسل وول، ودي حاجه في غايه الاهميه. يبقى الكومبوننتس بتاعت الهيموستاتيك سيستم: بليتلتس، بلازما بروتينز بشقايها البرو كواجيلانت والانتي كواجيلانت، اند ذا فيسل وول. النورمال بروسيس بتاعت الهيموستاسيس، يعني لما حد يتعور البليدنج بيقف ازاي؟ البروسيس بتاعت الهيموستاسيس بنقسمها الى برايمري هيموستاسيس وسكندري هيموستاسيس. البرايمري هيموستاسيس ده هي دي الفانكشن الاساسيه بتاعت البليتلتس. يبقى البرايمري هيموستاسيس دي فانكشن بتاعت البليتلتس، وزي ما هنشوف دلوقتي فانكشن بتاعت حاجه ثانيه انتيميتلي ريليتد للبليتلتس اللي هي اسمها الفون ويلي براند فاكتور. السكندري هيموستاسيس هي دي بقى اللي بتعمل لنا الديوربل، او اللي هي بتعمل ستابلايزيشن للانيشال بليتلت بلاج بالفايبرين، ودي البروسيس اللي بنسميها السكندري هيموستاسيس. البرايمري هيموستاسيس هي دي الحاجه اللي بتحصل على طول اول ما الواحد بيتعور، والبرايمري هيموستاسيس ده بيبقى كارد اوت بالبليتلتس وحاجه ثانيه مهمه جدا اسمها الفون ويلي براند فاكتور. السكندري هيموستاسيس البروسيس دي بتبقى ابطا وبتبقى سلو، لكن الفانكشن بتاعه السكندري هيموستاسيس انها بتعمل ستابلايزيشن للبليتلت بلاج اللي اتكونت في البرايمري هيموستاسيس. يعني ممكن نشبهها كده لما مثلا بنشوف حد بيبني حيطه بيحط الطوب الاحمر، الطوب الاحمر ده ممكن نقول هو ده البرايمري هيموستاسيس. الطوب الاحمر ده عشان يتثبت في مكانه محتاج يتثبت باسمنت، الاسمنت هو ده اللي بيعمل بيرمننت ستابلايزيشن، والاسمنت ده هيبقى الفايبرين كلوت اللي هي الاند برودكتس بتاعت الاكتيفيشن بتاعت الكواجيليشن كاسكيدز. الكواجيليشن فاكتورز الجدول ده اي ثينك يو ار فاميليار ويز ات، طبعا مش محتاجين يعني يو دونت نيد تو ريمبر الكلام ده كله، مش محتاجين نحفظهم، لكن هنا في بعض الفاكتورز المهمه، يعني مثلا فاكتور 8، لان فاكتور 8 لما بيحصل فيه ديفيشنسي بيديني اشهر نوع من انواع الهيموفيليا اللي هي اسمها الهيموفيليا A. وبعدين في فاكتور تاني مهم جدا جدا اللي هو الفاكتور 3 اللي هو التيشو فاكتور، وده هنتكلم على الرول بتاعه بالتفصيل في البروسيس بتاعه الهيموستاسيس. الستيبس بتاعت النورمال هيموستاسيس، يعني لما حد بيحصل له كات انجري او كات ووند ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه اول ما بيحصل كات انجري، اول حاجه البليتلتس بتبقى ادهيرد للسايت بتاع الانجري. يبقى اول حاجه
اي بروسيس بتعمل كات للبلود فيسل الكات ده هو بيتسد بالبليتلتس. البليتلت ادهيجن اللي بيسد الفيسل انجري ده بيبقى ميدييتد بحاجه اسمها الفون ويلي براند فاكتور. يبقى اول بيحصل كات انجري البرايمري هيموستاسيس اللي بيحصل زي ما هنشوف دلوقتي بيحصل اكسبوجر لحاجه اسمها الفون ويلي براند فاكتور بتاتراكت البليتلتس والبليتلتس they start to adhere للسايت اوف ذا انجري. اول ما البليتلتس بتانيشيت ادهيجن بيحصل لها بعد كده حاجه اسمها اكتيفيشن. يعني البليتلت الاول بتبقى ادهير وبتبقى اكتيفيتد وبعد كده بيحصل حاجه اسمها ريليس رياكشن بتطلع ميدييتورز من جوه البليتلتس which will attract more and more platelets to increase the number of platelets contributing للبليتلتس plug. الاكتيفيتد بليتلتس زي ما قلنا ان اول ما بيحصل ادهيجن او قبل بيحصل الادهيجن رياكشن او البليتلت بتادهير للسايت بتاع الانجري بيحصل لها اكتيفيشن وريليس وده زي ما اتفقنا بيأتراكت مور بليتلتس والبليتلتس دي في النهايه بتبقى ستابلايزد بالفايبرين كلوتس. الفايبرين كلوتس هي دي اللي بتبقى الاند برودكت بتاعه السكندري هيموستاسيس اللي هو الاكتيفيشن بتاع الكواجيليشن كاسكيد which is a slow process لكن السكندري هيموستاسيس الاهميه بتاعته ان بيعمل ستابلايزيشن للبليتلتس بلاج. ايه بقى قصه الفون ويلي براند فاكتور؟ احنا قلنا ان البليتلت اللي بيشدها ناحيه السايت اوف انجري حاجه اسمها الفون ويلي براند. الفون ويلي براند فاكتور ده اتس ا مالتيمر يعني ده نوع من انواع البروتينز وده بيبقى ماسك وشابك في فاكتور 8. وفاكتور 8 ده هو ان الاهميه بتاعته ان ساعات بيكون فيه هيريديتري ديفيشنسي للفاكتور 8 بتعمل لنا حاجه اسمها الهيموفيليا A. وزي ما اتفقنا زي ما هنشوف دلوقتي الفون ويلي براند فاكتور ده مالتيمر او بروتين موجود في اكتر من مكان. المكان الاولاني اللي بيبقى موجود فيه زي ما السلايد دي بتبين بيبقى موجود في السيركيوليشن وما بيبقاش موجود لوحده بيبقى ماسك مع فاكتور 8 وزي ما اتفقنا ده اول فورم من الفون ويلي براند ديزيز من الفون ويلي براند فاكتور. يبقى الفون ويلي براند فاكتور الفورم الاولاني موجود في البلازما ان كومبينيشن مع فاكتور 8. الفورم الثاني موجود فين تاني الفون ويلي براند فاكتور؟ موجود في السب اندوثيليوم يعني في كل السب اندوثيليوم بتاعه الفيسلز هو فيها الفون ويلي براند. وعشان نفهم الكلام ده هو في دايجرام ظريف جدا هوريه لكم دلوقتي. اول حاجه الدايجرام ده هو بيورينا ايه؟ بيورينا الفون ويلي براند فاكتور. الفون ويلي براند فاكتور اللي هو ده النوع الاولاني الفورم الاولاني موجود في السيركيوليشن ماسك ومشبك مع فاكتور 8. الفورم الثاني اللي هو ده موجود في السب اندوثيليوم. يبقى اول ما بيحصل اندوثيليال انجري زي ما هو باين هنا المفروض خلي بالنا ان الفون ويلي براند فاكتور بيبقى مفروض كفرد باي انتاكت اندوثيليوم وعشان كده ات داز نوت اتراكت البليتلتس. لكن اول ما بيحصل اندوثيليال انجري الفون ويلي براند فاكتور بيبقى اكسبوزد وبيأتراكت البليتلتس وبيعمل لنا البليتلت ادهيجن. وزي ما هنشوف دلوقتي ان حاجه من الحاجات المهمه اللي بتترتب على الانجري للبلاد فيسل ان بيحصل اكسبوجر مع الفون ويلي براند فاكتور بيحصل اكسبوجر للكولاجين. واول ما الكولاجين بيبقى اكسبوزد ده بيعمل لي اكتيفيشن لحاجه هنتكلم عليها بعد كده اسمها الانترنسيك باثواي للكواجيليشن كاسكيد. يبقى زي ما اتفقنا انه الفون ويلي براند فاكتور ده موجود ان تو فورمز في البلازما باوند لفاكتور 8 وفي السب اندوثيليوم. البروسيس بتاعه الكواجيليشن كاسكيد احنا قلنا في عندنا برايمري هيموستاسيس اللي هي بيحصل ان البليتلت بتادهير على السب اندوثيليوم نتيجه الاكسبوجر للفون ويلي براند فاكتور. السكندري هيموستاسيس بيحصل اكتيفيشن للكواجيليشن كاسكيد. والاكتيفيشن بتاع الكواجيليشن كاسكيد ده بيتم من خلال تو باث ويز زي ما هنشوف بعد كده. التو باث ويز دول في نوعين، في حاجه اسمها انترنسيك باث واي وحاجه اسمها اكسترنسيك باث واي. يبقى الكواجيليشن كاسكيد اللي هو المحصله النهائيه بتاعته تكوين الفايبرين كلوت. الفايبرين كلوت دي الخطوه الاولانيه فيها بتبقى اكتيفيشن لفاكتور 10. فاكتور 10 ده هو اللي بيعمل لي جينيريشن او بيحول البروثرومبين الى ثرومبين والثرومبين ده بيحول الفايبرينوجين الى فايبرين.
يبقى فاكتور 10 ده نقدر نقول ان ده فاكتور مهم جدا في الانيشيشن بتاع الكواجيليشن كاسكيد. فاكتور 10 ده بيبقى اكتيفيتد بسكتين، السكه الاولانيه اسمها انترنسك باث واي والسكه الثانيه اسمها اكسترنسك باث واي، وهنشوف الكلام ده ونفهمه مع الدياجرامز اللي بعد كده. يبقى السكندري هيموستاسيس او الكواجيليشن كاسكيد هنا الاخر بينتهي بالاكتيفيشن بتاع فاكتور 10. ونخلي بالنا ان كل الكواجيليشن بروتينز اللي موجوده في البلازما منطقيا طبعا بتبقى ان اكتيف، بتبقى اكتيفيتد عشان بيبقى ده البروسيس اللي احنا محتاجينها عشان نكون الفايبرين. الاكتيفيتد كواجيليشن فاكتور ده بيتحط جنبيه سمول ليتر اي، يبقى الكواجيليشن كاسكيد الكروشال فاكتور بيبقى اكتيفيشن لفاكتور 10، لان فاكتور 10 ده هو اللي بيحول البروثرومبين لثرومبين، وده بيحول الفايبريجين للفايبرين اللي هو بيعمل لي الفايبرين كلوت. فاكتور 10 ده بقى ممكن بيبقى اكتيفيتد بسكتين، انترنسك باث واي واكسترنسك باث واي. الانترنسك باث واي ده هو بيبقى نتيجه الاكسبوجر بتاع السب اندوثيليال كولاجين، وده اللي بيعمل لي اكتيفيشن لفاكتور 12 بكذا خطوه اللي هي في الاخر هتنتهي باكتيفيشن لفاكتور 10. الاكسترنسك باث واي ان احد الكونسيكوينسز بتاعه الانجري ان مع الاكسبوجر بتاع الفون وليبران فاكتور ومع الاكسبوجر بتاع الكولاجين اللي هو بيعمل لي اكتيفيشن للانترنسك سيستم بيحصل اكسبوجر لحاجه اسمها التيشو فاكتور، والتيشو فاكتور ده هو لما بيبقى اكسبوزد واكتيفيتد بياكتيفيت فاكتور 7، وفاكتور 7 بياكتيفيت فاكتور 10 من خلال الباث واي تاني اللي هو اسمه الاكسترنسك باث واي. يبقى الكواجيليشن كاسكيد الكروشال ثينج فيه ان لازم يحصل اكتيفيشن لفاكتور 10، وفاكتور 10 ده يا اما اكتيفيتد بالانترنسك باث واي يا اما بالاكسترنسك باث واي، اللي هو في الاخر هينتهي بتكوين الفايبرين كلوت اللي بتعمل لي ستابيلايزيشن للبليتلت بلاج اللي هي اتكونت في البرايمري هيموستاسيس. ايه بقى هو التيشو فاكتور؟ التيشو فاكتور ده عباره عن انتجرال ميمبرين بروتين، والانتجرال ميمبرين بروتين ده هو موجود في السب اندوثيليوم. لما بيحصل انجري التيشو فاكتور بيبقى اكسبوزد وبيعمل لي اكتيفيشن لفاكتور 7 اللي هو الاكسترنسك باث واي اللي هينتهي بالاكتيفيشن بتاع فاكتور 10. لكن ساعات بقى التيشو فاكتور ده هو بيبقى in certain abnormal pathological conditions زي المالجنسي مثلا، اللي بيحصل في بعض المالجنس سيلز ممكن تعمل abnormal expression للتيشو فاكتور، وطالما حصل abnormal expression للتيشو فاكتور يبقى ممكن بعض الabnormal states تبقى associated مع tendency for coagulation and thrombosis، ودي هنتكلم عليها في topic لوحده اللي هو اسمه ال hypercoagulable states. يبقى معنى كده لو ناخد بالنا ان في يعني a very close relationship بين الانترنسك والاكسترنسك فاكتور، لانه لما بيحصل blood vessel injury بيحصل exposure للكولاجين، والكولاجين ده هو اللي بيعمل لي activation للانترنسك pathway، وفي نفس الوقت لما بيحصل vessel injury بيحصل release للتيشو فاكتور، والتيشو فاكتور ده بيعمل لي activation للاكسترنسك pathway، والكلام كله بيحصل يعني سينكرونس مع بعضه بطريقه بحيث انه ما نقدرش نحط فواصل بين البرايمري والسكندري هيموستاسيس. يمكن الفرق الجوهري بين الاكسترنسك والانترنسك باث ويز ان الاكسترنسك باث واي ده هو بيبقى اكسبلوزيف، يعني بيبقى بروسيس فيري فيري كويك، لكن الانترنسك باث واي الحقيقه بيتميز انها البروسيس بتاعه الكواجيليشن كاسكيد ثرو ذا انترنسك باث واي از ماتش سلوور عن الاكسترنسك باث واي. يبقى نبص كده بسرعه نظره سريعه اوفر فيو للهيموستاسيس، او يعني مثلا واحد ماسك سكينه بيقطع خضار مثلا عور نفسه، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل فاسكولار دامج. الفاسكولار دامج اول حاجه بيعملها بيحصل اكسبوجر للفون وليبران فاكتور، وده بينيشيت البليتلت اجريجيشن واكتيفيشن وريليس تو اتراكت مور بليتلتس، وده اللي بيعمل لي البرايمري هيموستاسيس. وفي نفس الوقت الاكسبوجر للكولاجين هياكتيفيت فاكتور 12، وده بينيشيت الكواجيليشن كاسكيد من خلال الانترنسك باث واي. في نفس الوقت الفاسكولار دامج بيحصل ريليس للتيشو فاكتور، وده من خلال الاكسترنسك باث واي بيتلاقى مع الانترنسك باث واي
عشان يعمل اكتيفيشن لفاكتور 10، وفاكتور 10 بيحول البروثرومبين لثرومبين، وثرومبين بيحول الفايبريجين لفايبرين اللي هو بينتهي بتكوين الفايبرين كلوت اللي هي بتعمل لي ستابيلايزيشن للبرايمري بليتلت بلاج اللي اتكونت في البرايمري هيموستاسيس. الرسمه دي تاني عشان برضو نفتكر الكواجيليشن كاسكيد. الكروشال فاكتور فيها بيبقى فاكتور 10، وفاكتور 10 ده ممكن يبقى اكتيفيتد بالانترنسيك باث واي نتيجه الكولاجين كونتاكت مع فاكتور 12، او نتيجه الاكسترنسيك باث واي اللي هو نتيجه الكونتاكت بتاع التيشو فاكتور مع فاكتور 7، ودول في الاخر بياكتيفيت فاكتور 10 اللي هو في النهايه بينتهي بتكوين الفايبرين كلوت. دي برضو نفس الرسمه بتبين لنا انه الكومن باث واي اللي هو اكتيفيشن بتاع فاكتور 10 بيتم من خلال الانترنسيك او الاكسترنسيك باث واي. نخلي بالنا ان لازم هيكون في فيري ديليكيت بالانس، والديليكيت بالانس ده لانه ما هي البروسيس بتاعت الكواجيليشن دي ممكن تستمر الى ما لا نهايه وتعمل لي تيشو نيكروسيس، يبقى لازم يكون في كنترول سيستم يوقف البروسيس بتاعت الكواجيليشن. وعشان كده احنا قلنا في الاول ان نورمال هيموستاسيس عباره عن بالانس بين البرو والانتي كواجيلانت. الرسمه دي بتبين الانتي كواجيلانت باث واي اللي هو بينيوترالايز او بيستوب البروجريشن بتاعت الكواجيليشن. هنا حاجه اسمها تيشو فاكتور باث واي انهيبيتور، وعندنا بعد كده حاجه مهمه اسمها بروتين اس وبروتين سي، وبعد كده عندنا حاجه اسمها انتي ثرومبين. يبقى نفتكر ان البروسيس بتاعت الهيموستاسيس عباره عن فيري ديليكيت بالانس، والفيري ديليكيت بالانس ده بين البرو كواجيلانت والانتي كواجيلانت. والرسمه دي برضو بنراجع مع بعض تاني البروسيس بتاعت الهيموستاسيس، ان لما بيحصل فاسكولار انجري اكسبوجر للفون ويلي براند فاكتور يعمل لي برايمري هيموستاسيس اللي هي بتبقى متوقفه على البليتلتس، وفي نفس الوقت بيحصل اكسبوجر للتيشو فاكتور واكتيفيشن للكواجيليشن كاسكيد من خلال الاكسترنسيك سيستم، وفي نفس الوقت الكولاجين اكسبوجر بياكتيفيت فاكتور 12 ويتلاقى الانترنسيك والاكسترنسيك باث ويز عشان يعمل لي اكتيفيشن لفاكتور 10 اللي هو بينتهي بتكوين الفايبرين كلوت. البروسيس ات مايت ساوند ديفيكلت لكن في منتهى السهوله، وده برده الرسمه دي الحقيقه انا حطيتها لكم عشان دي ليها ريفلكشن في اللابوراتوري ايفالويشن بتاع الكواجيليشن ديس اوردرز. انا بس عايزكم تعرفوا ان في تيست اسمه بارشال ثرومبوبلاستين تايم، وده بيقيس لي الافيكاسي بتاعت الانترنسيك سيستم او الانترنسيك باث واي. البروثرومبين تايم والاي ان ار دول بيشوفوا لي الافيكاسي بتاعه الاكسترنسيك باث واي. مجرد بس نعرف المعلومه دي عشان نعرف انه لما بطلب البي تي تي اللي هو البارشال ثرومبوبلاستين بعمل تقييم لحاجه مختلفه عن اما اجي اطلب البي تي او الاي ان ار. الانتي ثرومبوتيك ميكانيزم احنا قلنا لازم هيكون في بالانس، والبالانس ده هو بين البرو والانتي كواجيلانت. ايه بقى الانتي ثرومبوتيك ميكانيزم؟ اول حاجه فيها حاجه اسمها الانتي ثرومبين 3، وتاني حاجه حاجه اسمها بروتين سي بروتين اس، وبعد كده حاجه اسمها تيشو فاكتور باث واي انهيبيتور، واخر حاجه هتبقى الفايبرين وليتيك سيستم. يبقى الكومبوننتس بتاعت الانتي ثرومبوتيك سيستم انتي ثرومبين 3 بروتين اس بروتين سي تيشو فاكتور باث واي انهيبيتور اند فاينلي الفايبرين وليتيك سيستم. انتي ثرومبين 3 زي ما الاسم بيدل عليه انه بيعمل ايه؟ انه الفانكشن بتاعته بينيوترلايز الثرومبين، بحيث انه في نفس الوقت اللي حصل ثرومبين وقام بالوظيفه بتاعته انا مش محتاج اكسس ثرومبين، فتيجي هنا الوظيفه بتاعت الانتي ثرومبين 3 بينيوترلايز الثرومبين، وفي نفس الوقت بينيوترلايز الاذر اكتيفيتد كواجيليشن فاكتور، بحيث ان الكواجيليشن ات داز نوت بروسيد اكسسيفلي ويعمل لنا ابنورمال ثرومبوسيس. عشان كده الانتي ثرومبين ديفيشنسي هيبقى اسوشيتد مع تندنسي تو ثرومبو امبوليزم اللي احنا بنسميها هايبر كواجليبل ستيتس. البروتين سي زي الانتي ثرومبين بالظبط، ان البروتين سي مع البروتين اس الاثنين دول بيشاركوا ان هم بيعملوا لي دي اكتيفيشن لفاكتور 5 وفاكتور 8، والتو فاكتورز دول او التو بروتينز دول متعلقين قوي ببعض اللي هو بروتين سي وبروتين اس. يبقى الانتي ثرومبوتيك ميكانيزم البروتين اس والبروتين سي بيعملوا دي اكتيفيشن لفاكتور 5 وفاكتور 8، وبناء عليه زي ما اتفقنا لازم نورمالي ليكون في بالانس بين البرو كواجيلانت والانتي كواجيلانت ميكانيزم. ونفس القصه زي ممكن يحصل هيريديتري ديفيشنسي في الانتي ثرومبين 3 ممكن يحصل لي هيريديتري ديفيشنسي للبروتين اس او بروتين سي، وده بيترتب عليها هايبر كواجليبل ستيت. التيشو فاكتور باث واي انهيبيتور زي ما الاسم بيدل عليه
ان التيشو فاكتور باث واي انهبيتور، التيشو فاكتور باث واي ده بيبقى باوند للايبوبروتين معين وبيبقى ريليس من البروتين ده هو عشان يمنع التيشو فاكتور. وواحد من الميكانيزمز اللي بيشتغل بيها الانتي كواجولانت الهيبرين والاذر لو موليكولر ويت هيبرينز انها بتساعد ان بيحصل ديس انجيجمنت ما بين التيشو فاكتور باث واي انهبيتور واللايبوبروتينز، فبيساعد على الريليس اوف تيشو فاكتور باث واي انهبيتور. يبقى الميكانيزم واكشن بتاعه الهيبرين وبعض اللو موليكولر ويت هيبرين بتبقى من خلال التيشو فاكتور باث واي انهبيتور، ان هما دي بروموت الريليس اوف تيشو فاكتور باث واي انهبيتور من اللايبوبروتين اللي بيبقى باوند ليه. نرجع تاني للرسمه دي، الرسمه دي ظريفه جدا، ده اللي هي بتبين لنا الانتي ثرومبوتيك ميكانيزمز او الانتي ثرومبوتيك فاكتورز. التيشو فاكتور باث واي انهبيتور بياكت على الخطوه دي، البروتين اس وبروتين سي بيسبرس الاكتيفيشن بتاع فاكتور 5 وفاكتور 8، والانتي ثرومبين بينيوترلايز الثرومبين اللي اتكون. تمام. طيب في بعد كده بقى حاجه اسمها فايبرينوليتيك سيستم، ما هو ممكن كميه من الثرومبين تتكون زياده وما تبقاش نيوترلايزد بالانتي ثرومبين. في عندي انذر كنترول سيستم اسمه الفايبرينوليتيك سيستم، يبقى اي كميه ثرومبين زياده ممكن تتكون بصوره زياده عن المطلوب اللي هي مش هتبقى نيوترلايزد ولا بالتيشو فاكتور باث واي ولا بالبروتين اس ولا بالبروتين سي، هتلاقي مستنيها حاجه اسمها فايبرينوليتيك سيستم. الفايبرينوليتيك سيستم الفانكشن بتاعته ان اي كميه زياده من الفايبرين يكسرها ويعمل لها كليفج. يبقى اهم عامل او اهم فاكتور في الفايبرينوليتيك سيستم فيري امبورتنت سبستانس اسمها البلازمين، والبلازمين دي احنا اتكلمنا عليها في الترم الاولاني لما جينا نتكلم على الميوكاردال انفاركشن والريبرفيوجن. احنا قلنا بنستعمل حاجه اسمها تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور. ليه؟ هو البلازمين ده جاي منين؟ البلازمين ده جاي من البلازمينوجين، والبلازمينوجين عشان يتحول لبلازمين محتاج بلازمين اكتيفيتور او بلازمينوجين اكتيفيتورز. نخلي بالنا بقى ان البلازمين ده فايبرينوليتيك سيستم، يعني وظيفته ايه؟ بيعمل كليفج للفايبرين، يعني بيدايجست ويذوب الفايبرين الزياده اللي احنا مش محتاجينه. الكليفج برودكتس بتاعت الفايبرين دي ممكن نقيسها في البلد اللي هي حاجه اسمها الدي دايمرز. يبقى ايه هي الدي دايمرز؟ الدي دايمرز دي ان الكليفج برودكت بتاعت الفايبرين اللي هو underwent cleavage by effect of plasmin، والكليفج برودكت دي ممكن نقيسها لو نقيس تركيز الدي دايمرز في البلد. يبقى معنى كده ان التركيز بتاع الدي دايمرز it is a very sensitive marker للبلد كلوتس، وعشان كده الدي دايمرز دي بنستعملها لما بنعوز نشخص دي فينس ثرومبوسيس او بالمونري امبوليزم. تمام. يبقى اما نيجي نتكلم بقى احنا برضو نخلي بالنا، انا صحيح قلت ان الثرومبين الزياده والفايبرين اللي اتكون زياده ما انا محتاج ان انا ادوبه ببلازمين، لكن في نفس الوقت انا مش محتاج يبقى في عندي اكسس بلازمين بحيث ان في الاخر بعد ما ثرومبس تتكون يحصل بليدنج. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا في عندي تو كنترول سيستمز، عندي كنترول سيستم عشان البروسيس بتاعت الثرومبوسيس it doesn't go so far، وفي نفس الوقت عندي كنترول للكنترول سيستم عشان ما يحصلش بليدنج. الكنترول للكنترول سيستم ده عباره عن حاجتين، حاجه اسمها بلازمينوجين اكتيفيتور انهيبيتور وحاجه اسمها انتي بلازمين. نبص على الرسمه دي عشان نفهمها. احنا زي ما اتفقنا لازم البروسيس بتاعت الكواجيليشن عباره عن بالانس دقيق جدا جدا ما بين البرو كواجيلانت والانتي كواجيلانت. حصل كواجيليشن، انا بقى مش محتاج الكواجيليشن ده، يبقى هيحصل له اكستنشن جوه الفيسل وول ويعمل لي ثرومبوسيس. يبقى لازم يكون في عندي حاجه بتوقف الثرومبوسيس، اللي بتوقف الثرومبوسيس اللي هي اسمها الانتي ثرومبوتيك ميكانيزم. واخر خط دفاع في الانتي ثرومبوتيك ان لو كميه فايبرين اتكونت زياده هندوبها بالبلازمين، لكن في نفس الوقت انا مش عايز يبقى فيه اكسس بلازمين عشان في الاخر الكلوت اللي اتكونت دي تبقى ديسوليوتد ويحصل ريبليدنج. يبقى انا محتاج كنترول للكنترول سيستمز، اللي هو ايه؟ انا عشان اضمن ان ما يحصلش اكسس دايجستشن للفايبرين بالبلازمين عندي هنا ماده اسمها بلازمينوجين اكتيفيتور انهيبيتور. يعني البلازمينوجين اتحول لبلازمين عشان يكسر الاكسس فايبرين،
لكن انا محتاج البلازمين بكميه معينه ما تزيدش عن المطلوب. ما تزيدش عن المطلوب بايه؟ ان هيبقى في عندي حاجه اسمها بلازمينوجين اكتيفيتور انهيبيتور، وفي نفس الوقت انا محتاج البلازمين بكميه معينه، مش عايز اكسس. الاكسس ده هو اللي هيبقى بلوكت بايه؟ هيبقى بلوكت بحاجه اسمها الانتي بلازما. يبقى نقدر نقول ان البلازمينوجين اكتيفيتور انهيبيتور والانتي بلازمين ده بمثابه اساكب كنترول سيستم عشان ما يحصلش اكسس فايبرينو لايسيس. اخر حاجه هنتكلم عليها البليتلت. احنا قلنا البليتلت دي حاجه من الحاجات الاساسيه في البرايمري هيموستاسيس. الفانكشن الاساسيه بتاعت البليتلتس انها بتعمل سيرفي للانتجريتي بتاعت الفاسكولار سيستم. يعني زي ما اتفقنا اول ما بيحصل انجري بيحصل اكسبوجر للفون فيلي براند فاكتور، بيجيب البليتلتس بتسد المنطقه دي اللي اسمها البليتلت بلاج. البليتلتس دي طالعه من البومارو، الخليه الام او المادر سيل اللي جوه البومارو اللي بتطلع البليتلتس اسمها ميجا كاريوسايت، والبروسيس دي بتبقى ستيميوليتد بهرمون اسمه ثرومبوبويتين. ما نتلخبطش بين الثرومبوبويتين والاريثروبويتين، الاريثروبويتين ده طالع من الكيدني، الثرومبوبويتين ده بتاع البليتلتس وطالع منين؟ طالع من الليفر تو انهانس الديفرنشيشن بتاع الميجا كاريوسايت. وكل ميجا كاريوسايت لما بيحصل لها ماتوريشن بتطلع ما بين 1000 ل 3000 بليتلتس، عامله كده زي القنبله العنقوديه كلاستر بومب. كلاستر بومب بتبقى بومب بتنفجر وبتطلع hundreds and thousands of shrapnel شظايف. هنا برضو الميجا كاريوسايت اكنها قنبله عنقوديه، اما بتعمل ماتوريشن بتطلع ما بين 1000 ل 3000 بليتلتس. اللايف سبان بتاع البليتلتس من 7 ل 10 ايام، ولازم ناخد بالنا ان نورمال فيسيولوجي ان تلت السيركيوليتنج نمبر بتاع البليتلتس موجود في السبلين. يبقى نورمالي 1/3 للسيركيوليتنج بليتلت بول ات ريزايدز ان ذا سبلين اكتنج از ا ريزرفوار فور ذا بليتلتس. علشان كده اي حاجه بتبقى اسوشيتد مع سبلين وميجالي بيحصل حاجه ابنورمال بولينج للبليتلتس جوه السبلين وبيدي ابيرنت ثرومبوسايتوبينيا. يعني الناس اللي عندهم طحال كبير وطحالين يعني سبلين وميجالي دول، اما اجي بشوف التركيز بتاع البليتلتس ممكن يبقى عندهم ثرومبوسايتوبينيا. Actually this is not a true ثرومبوسايتوبينيا، ده نوع من انواع الثرومبوسايتوبينيا اللي بتترتب على ما يطلق عليه redistribution of the platelet pool. ان حصل زياده في الكميه بتاعت البليتلتس اللي بتبقى ستورد جوه السبلين، عشان كده اداني apparent thrombocytopenia. كده خلصنا الجزء الاولاني. الجزء الثاني ان شاء الله هنبتدي نتكلم على الديسوردرز بتاعت البليتلتس والكواجيليشن ديسوردرز.